السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على لاعبون وين يحطمون مشاعر بالماضي قبل كأس أمم إفريقيا 2024. ما هي الأسباب، يعني ما هو هذا الأسباب هذه وين يدخل المنتخب الوطني الجزائري بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 في الكوت ديفوار وهو يعاني من مشاكل كبيرة في خط الدفاع باستثناء رامي بن سبعين الذي يقدم مستويات كبيرة في الدور الألماني والدور أبطال أوروبا مع ناديه بوروسيا دورتموند، فإن بقية المدافعين الجزائريين في حالة كارثية. بصح ما هي الأسباب؟ أنا نقول باللي السبب والغلطة الكبيرة والكارثية اللي وقع فيها جمال بالماضي ما عطاش يعني فرص بزاف لاعبين. علاه ما يتدي عطار؟ أنت كيما عندك زفارة يلعب، عندك جيتون، عندك بزاف لعابة، عندك المهدي لاريس قادر يلعب لك فماك، عندك شوف قادر يلعب لك. أنت كيف بيتدي عطار وكيف الناس يتبكي ويقول لك فلان وفلتان فلتان؟ لو كان جمال بالماضي أعطاه فرصة بالعيد هذاك تاع نياسبة ولعبه وقعد يلعب فيه ومنه ويمشي فيه ويلعب فيه، خطأ على خطأ يدمره، خطأ على خطأ يدمره. لو كان اليوم كرة صعبة من خموش، بصح الغلطة اللي دارها جمال بالماضي يعني داير أسماء ما يعني عاطيهم تريكوات، عاطيهم أرض، قطعة أرض هذيك تاعك يا ودي. ماشي كيما وقت تحط فيه غلطة تاع من 2019 2020، كنا نقولوا لك يا ودي كرة القدم فيها الإصابات، فيها نقص المستوى، المستوى يطلع المستوى يهود، يعني فيها بزاف صوالح. لكن انتوما ما سمعتوش هذه، خاطش علاه ما لعبتوش كرة قدم؟ كنتوا تشوفوا فينا باللي كي نهضروا كيما رانا أعداء، وحنا كنا نهضروا عليكم، نهضروا من جانب واش عشنا فيها كرة القدم. كنا نقول لكم، كنت نقول له يا ودي اللي عطاك في 2019 ما تقراش يمد لك 2022. لكن الناس لا جمال خليها كيما هاك، جمال ما كان لا تخدمة لا والو، هذو باغي يخلطوا لك في الجروب. أي ضرب الجروب تخلط ما جاش، الناس تلعب وهي تربح، وانتم راكم تتوهوا كالنساء. هذا ما كان داير اليوتيوب قاعد يتوهوا، كي تمركبوا تخرجوا تتوهوا. هذه هي خويا، ما كاش حاجة واحدة أخرى. يعني وين نبدا؟ أولا بعيسى ماندي، وكان عيسى ماندي يعاني من إصابة في الركبة، حيث تعرض لإصابة خلال تربص الماضي لمنتخب الجزائر في نوفمبر الماضي. عاد ماندي من إصابة يوم الخميس الماضي، لكنه مازال غير جاهز بنسبة 100%. يا ودي نقص المستوى، نقص يعني نقول هاكم ونعاود هاكم، هيعطي فرصة تاع الياس ما يشوفها، هاو يعطي فرصة يلعبها كونتر، غادي نلعبو كونتر من غير يلعبها، عنده دو ماتش غادي نلعبو مع فرق محلية، يعني مع منتخبات محلية، يعطيه يشوف بالك سبحان الله بالك يخرج خير من الماضي. على حليش كيبان، حليش كيبان، حليش كان رو بلاصتو تاع زاوي تبليسة، حليش اقلبها 10 سنين ومع السنين قلبها هو سبحان الله. لعب دو كوب دي مون، هاو بنادم من يقول لكم كيما هاك. بس هذه الغلطة تاع جمال بالماضي ما خدمش، كان متفرج، كان عنده 11 يعني ميتلاقى بإيكيب كي والو، إيكيب غير فماك يلعب لها جماعة زين الدين فرحات، ومن بعد كي تلاقى إيكيب اللي حيخاف منها يلعب لها جماعة محرز. هذا ما كان يا ود ما كانش يمشي. هاي هارون انت دخلنا في حيط اليوم، وكنا نقولوا له ما بعد الإقصاء، بعد الإقصاء، بعد الإقصاء، مي كنا نهضروا على هذاك تاع الياسبا شعمل واحد كان يدلقا كاش تعرف روح في بلاصتو. يا ودي ماشي قضيه قلت لك نروح في بلاصتو، انا نعطي وجهه نظر تاعي برك، انا كمواطن جزائري، انا ماني نقول لك انا محلل، ماني نقول لك انا نحكم، ماني نقول لك انا هذا جمال بالماضي يسمع لي، ماني نقول لك فلان يسمع، ماني نقول لك انا لا، راني نعطي نهضر معاكم هكا بالك تطيح حر في وذلو، بالك تسرع ولا بالك تطيح حر عند واحد اللي جمال بالماضي يسمع له يهدر معاه يقول له ودي شكاين شكاين. هذه هي محمد امين توغاي، وين يقدم محمد امين توغاي مستويات يعني مع اللي نقولوا باللي رغم ان وين انا ما نقولش باللي يمشي لعب، بصح مستويات يعني مازال لغايه مع ناديه ترجي تونسي، وين تراجع مستواه كثيرا ولا يبدو انه جاهز للمشاركه في بطوله كاس افريقيا. لا ينجم
عطال علىكم تهضروا عليه، عطال نورمالمون ما كاش، عطال نورمالمون ما كاش. انت عندك زفانه يلعب، زفان السيمانه اللي فاتت انا تفرجت عليه ليل مع كريمون فوت هذيك، انا تفرجت عليه لعب تيتيلر الرب، هو قلت له تبكي لعب تيتيلر روح جيبه حيط له، حيط له جيبه عطيه يعني يستاهل يكون. علاش زفان قاعد ساكتين ما تهضروش عليه؟ علاش زفان قاعد ساكتين ما تهضروش عليه؟ علاه؟ ما نعرف. يوسف عطال تم ايقافه يوسف عطال عن ممارسه كره القدم من قبل قضاء الفرنسي بعد دعمه القضيه الفلسطينيه. مهدد عطال بعقوبه يعني لمده سنه كامله. رايان ايتنور تعرض رايان ايتنور لاصابه في كحل ابعدته عن الميادين لمده اسبوع، يعني كي اسبوع يعني رفي قريب ثلاث اسابيع. على وين عاد ايتنور يوم امس الجمعه الى التدريبات الجماعيه لناديه فولهامبتون الانجليزي، وسيكون متاح لاختيار لخيارات المدرب الاسباني احمد طوبا. لم يشارك احمد طوبا في اخر ثمان مباريات خاضها فريقه ليتشي في الدوري الايطالي الممتاز لهذا الموسم الجاري. وضعيه طوبة معقدة للغاية، ولا يبدو أنه جاهز للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا. استدعاء فوزي غلام وجمال بن عمري. من المتوقع أن يقوم مدرب باستدعاء فوزي غلام لاعب نادي هارتسبور التركي والمدافع نادي مولودية الجزائر جمال بن عمري لتعزيز صفوف الدفاع المنتخب الوطني الجزائري خلال بطولة كأس أمم إفريقيا. خطورة الوضع يعني ويشكل الوضع المتردي لخط الدفاع المنتخب الجزائري خطر حقيقي على حظوظ المنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا، يحتاج بالماضي إلى إيجاد حلول سريعة إذ أراد المنتخب الجزائري الدفاع عن لقبه في البطولة القارية، اللقب المفقود ماشي لقبه يعني لقب مفقود هذه هي. هذا يقولوا باللي المنتخب يعني وين سبحان الله لازم يجيب لعابه، كاين لعابه ما كاش غير ماضي، ما كاش غير ماضي هذه هي. والله ما كاش غير ماضي، كاين لعابه يمكن يكون بالعيد يعني ولا يدير جمال بن عمري. عندك زفان، عندك غلام، عندك فوزي غلام، راه يلعب سبحان الله يا سبحان الله. نبقاو حنا ارجع لا هذه هي. لازم خدمه هذه هي. والله لازم لها مواليها، لازم لها مواليها. خاطر ما نقعدوش غادي نقعدو غير فيما كندورو، نقعدو غير لا ورجع بالك لا خويا ما كاش. نقولها لكم لا، مازال لازم لها خدمه ولازم لها موال، لازم العمل كبير، لازم عمل كبير، عمل لازم كي دير القائمه، العمل الكبير ساهله كي تحط القائمه تاعك دير لي يلعبو. هو انت جايب لي عطال تقول لي راني ناقص، يا ولدي انت راك باغي نقوسيه، انت راك باغي نقوسيه. هو عطال راه من اكتوبر ما لعبش يا سي محمد، من نهار ماتش تاع مصر من فماك ما لعبش. هو بعد يجي يقول لك راني ناقص، فاش راك ناقص؟ انت راك منقص روحك، ما كانش راه منقصك، ما كانش لي راه منقصك، يعني ما كانش. وانت اللاعب انت باغي تعطيه باغي دير فيه مزيه، بصح ماشي على ظهر المنتخب الوطني الجزائري دير فيه مزيه، دعمه قول له خاصك افوكا، نزيد لك افوكا من جيبي، خاصك زوج تاع لي زافوكا غادي ندير، اي انا اونترينر تاعك وانت كنت تلعب عندي وانا راني نخلص مليح ندير لك زوج تاع لي زافوكا، نخسر عليك 50,000 أورو نعاونك. بصح ماشي على ظهر المنتخب الوطني. من بعد يخرج لك الاعلام يدلك هاك لا باش رد الاعتبار، ورد الاعتبار عطال ديرو تورنوا، عطوه كوب، عطوه صني تاع سيرفيس، ولا عطوه كارتون تاع سيرفيس. هذه راني معاك، بصح ماشي على ظهر المنتخب. ظهر المنتخب راهي غلطه كبيره اخويا، راهي غلطه كبيره. انا نقولها لكم ونعاود تقصروا علينا هنايا اللي تعمل المنتخب لا نشوفوا الدعوه كي دايره. لازم نديروا الحسابات هذه الحياه هذه من التالي يا اخويا.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.